الاعلام يعرفها، وانا شايفه ان احنا لازم نقولها، وهم عارفين ان احنا لازم نقولها، يعني مش انا مش بجيب لهم حاجه. شهر اغسطس قبليه بشهر لما رحت اخد التصريح من الرئاسه، انا العادي باخد التصريح من المحافظه وبعدين بروح اقدمه في الرئاسه عشان يفتحوا لنا الباب، فهم اصروا ان انا اروح القسم. فانا رحت القسم، كان المامور اسمه ايهاب عرفه، قبل ما يتغير قال لي لازم تقدم لنا احنا طلب. وبعد جاب طلب المسيرات والتجمعات والمظاهرات. وبعدين انا في منتهى البساطه مسكت الطلب وقلت له ده طلب قانون التظاهر، واحنا عندنا اصحابنا معتقلين بقانون التظاهر واحنا ضد الكلام ده ومش حق الطلب زي ده. هو سكت وعدى وفتح لنا الميدان في يوميها بتصريح المحافظه. الشهر اللي فات هو عارف ان احنا ضد الطلب ده. الشهر اللي فات غريبه جدا ان هم ما رضوش يفتحوا الميدان، ورحت برضه للمأمور وقال لازم تقدموا لي التصريح، وهو عارف وكتبت له طلب على ورقه بيضه مسطره، هو عارف كويس قوي ان انا هرفض ان التصريح يبقى في ايدي قانون المظاهرات والمسيرات. بعد ما رحت خدت منه يوم الجمعه، يوم الخميس في شهر اغسطس، لقيته جاب الطلب بتاع المسيرات والموكبات وبيملاه هو، لانه عارف ان انا هرفضه. على فكره الطلب ده عندي وانا نفسي فعلا تشوفوا خطه وهو مليه وكاتب اسمي، طبعا ده عار عليا ان انا جيت باسمي حاجه زي كده، وقلت له الكلام ده، قلت له انا مش موافقه على الطلب ده، انا ما قدمتهولكش عشان تديني تصريح، قال لي ما عنديش تصريح غيره، يعني مفيش تصريح يفتح الميدان غير بتاعك.